بيحصل بقى في كرة القدم هو اللي بيحصل في كرة اليد. كوبي بيست بالظبط. ازاي؟ الزمالك دلوقتي في كرة اليد ممنوع انه يقيد صفقاته الجديدة او حتى اللاعبين اللي عقودهم خلصت وجدد ليهم، وعلى رأسهم مين بقى؟ اللعيبة اللي عقودها خلصت وجدد لهم هو مش قادر يقيدهم كمان، مين بقى على رأس اللاعبين دول يا اولاد؟ احمد الاحمر، الاسطورة احمد الاحمر. طيب ايه الحكاية؟ الحكاية ان الزمالك عليه مستحقات قديمة وكمان مستحقات عن الموسم الجديد لاتحاد اليد بقيمة كام؟ بقيمة 7,700,000 جنيه. ده غير كمان مستحقات اللاعبين المتأخرة عن الموسم الماضي اللي خلت بعض اللاعبين تعمل شكوى جماعية. ماشي، ده جانب. شوف بقى الأزمة لسه مكملة في كرة اليد. المدرب السابق الأسباني ماتيو جرالدا كمان قدم شكوى ضد نادي الزمالك في الاتحاد الدولي، والمحترف الأرجنتيني اللي كان بيلعب كمان في الزمالك جيمس باركر قدم شكوى للاتحاد الدولي عشان الاتحاد الدولي بدوره يطالب الاتحاد المصري بالتحقيق في الموضوع ومنع نادي الزمالك من المشاركة في أي بطولة خارجية لحين سداد المستحقات. طيب احنا واقفين فين؟ الدوري المحلي يعني بدا يوم الجمعه اللي فاتت. الزمالك لعب اول مباراه قدام فريق المعادي بكام لاعب يا اولاد؟ ب10 لاعبين بس. دول اللي سمح اتحاد اليد بقيدهم من القائمه القديمه فقط دون الصفقات الجديده او اللاعبين اللي جددوا عقودهم. الزمالك عنده مباراه جايه يوم الثلاث في الاسكندريه مع سموحه ولسه الازمه قائمه. الجديد ان الزمالك بعت خطاب لاتحاد اليد بيطلب فيه موافقه الاتحاد على استخراج كارنيهات باقي اللاعبين، وبيطلب من الاتحاد جدوله المستحقات. اتحاد اليد حتى هذه اللحظه رافض الجدوله، خاصه انه مفيش اي مقترح من نادي الزمالك على ارض الواقع. يعني الزمالك بيقول له جدول لي وقول لي انت هتجدول ازاي. هو اتحاد كره اليد مستني من الزمالك يقول له والله جدول لي شهر كذا شهر كذا شهر كذا هندفع الفلوس. ده ما اتحاد كره اليد ما لقوش من نادي الزمالك. ماشي، هل المشكلة في الدوري بس؟ لا، المشكلة مش في الدوري بس، ده في كمان مشاركة للزمالك في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري هتقام في الكونغو برازافيل بداية من 27 سبتمبر الجاري إن شاء الله. الزمالك لو ما توصلش لحلول جذرية مع المحترف السابق ومدربه الأسباني السابق، اتحاد اليد مش هيصفر الزمالك للبطولة الأفريقية بناء على قرار الاتحاد الدولي، ودي طبعا هتبقى مشكلة كبيرة وصعبة. الزمالك ما يلعبش في بطولة أفريقيا. الزمالك اللي يفتخر دايما بفريق كرة اليد عنده، الزمالك اللي دايما عنده فريق كرة يد يشرف كرة اليد المصرية في كل البطولات الدولية عنده أزمة ممكن تعيقه أنه يشارك في البطولة الأفريقية، وطبعا بتعيقه دلوقتي في الدوري المحلي. وسبحان الله الأزمات كلها بتيجي مع بعض. والله يكون في عون جماهير نادي الزمالك، والله يكون في عون بصراحه اسره كره اليد في نادي الزمالك. الناس دول رجاله جدا، دايما بيشتغلوا في ظروف صعبه. لو انت كنت شايف ومراقب كمشجع الظروف الصعبه اللي بيعيشها فريق الكوره كره القدم في نادي الزمالك، فاضعافها بتحصل في كره اليد في نادي الزمالك، سواء مستحقات متاخره سواء ازمات زمان اللي قلت لكم دي كلها وتفاصيل كثيره وصعبه جدا. ورغم كده الناس بتحاول تادي وتشتغل وتجتهد انها تحقق حاجه لناديها. معايا عبر الهاتف الان الكابتن احمد رمضان المدير الفني لفريق كره اليد بنادي الزمالك. يا كابتن احمد مشرف ومنور. حبيبي ربنا يعزك، انا سامع مقدمه كبيره قوي واحصائيات عارفها بتتكلم في نقط هامه جدا. احنا بقالنا دلوقتي المشكله اللي احنا فيها ديت متراكمه في الاتحاد اليد المديونيه. احنا بقالنا دلوقتي ممكن المشكله دي بقالها 3 سنين. السنه اللي فاتت دفعنا جزء وادونا الكرنيهات، جت مشكله الراجل ماتيو عشان ما كانوش عاوزين يطلعونا البطوله العربيه، طلعونا له 63,000 دولار، والكابتن حماده كان سالف منه حوالي 30,000 دولار، فكان المساحات كلها بتاعته 93,000 دولار.
فالكابتن حماده قال خلاص ال 30,000 دولار بتوعي انا خلهم في النادي دلوقتي، بس نديله 63,000 جنيه 63,000 دولار عشان نمشي نلعب منه البطوله العربيه، واديها له ولعبنا البطوله العربيه. ماشي. واللي حصل في البطوله العربيه وعدم النظام وعدم الالتزام والحاجات ديت وصلتنا اللي احنا فيه برضو زي ما احنا كده في البطوله العربيه. قلت لهم يا جماعه عاوز باك ليفت صريح، عاوز باك رايت عشان تبقى طريح الاحمر وباك ليفت تعويضا لحسن قداح او الدرع. صح. الفلوس كتيره مش هنقدر مش عارف ايه يعني تفاصيل مش الواحد ما يتكلمش فيها عشان اصلا الواحد بيزعم ان بطوله سهله زي ديت راحت مننا. حاجه تانية دلوقتي جينا في الدوري الكابتن حمادة عباري قال لهم يا جماعه لازم الفلوس دي تدفع لان احنا كده هنرجع هنلعب الدوري مش هيدونا الكرنيهات عشان نلعب الدوري. واللي حصل الكابتن حمادة قاله حصل. انا دلوقتي مديني 10 كرنيهات للدرجه الاولى و10 كرنيهات ل 2004 و10 كرنيهات ل 2006. طيب ال 10 كرنيهات انا مش مختارهم هم اللي مختارهم لي. منهم جنين وما عنديش ولا باك رايت ولا وينج رايت. يعني كانه نص ملعب متشل كده مشلول من غير اشوال. وعندك اكرم يوسف كمان ولوكا مصابين. ولوكا من العشره يعني. انا دلوقتي معايا دلوقتي حاليا هلعب ماتش بكره ماتش سموحه ثمانيه منهم اثنين حراس مرمى. لا مشكله. طيب. واخد مساعد خمسه من 2004. طيب ال 2004 اخر مباراه هيلعبوها معايا اللي هو بكره انه هيلعب ماتش له في 2004 يوم الاربعاء فمش هينفع يلعب معايا يوم الجمعه. لو فضل الموضوع زي ما احنا كده يبقى انا مش هعرف اصلا اكمل السكور في الملعب. لا دي مشكله كبيره. طب هل انتوا طلبتوا من اتحاد كره اليد تاجيل مبارياتكم في الدوري؟ طلبنا. قال لك لا مش هنأجل عشان اكيد المنتخب بيبقى فيه ارتباطات بنخلص دوري عشان المنتخب عنده تجمع او اي حاجه فهم عاملين يعني جدول يعني نظام كده في الاتحاد. يعني اكيد في الوقت ده مش عاوزين ياجلوا عشان المنتخب فيه ارتباطات له ولا حاجه. طيب كابتن احمد انت شايف المفروض يحصل ايه دلوقتي سواء من اللجنه اللي بتدير نادي الزمالك او من اتحاد كره اليد عشان الامور دي تتحسن او تتصلح في نادي الزمالك؟ الله يكون فضل. في عون اللجنه اللي ماسكه دلوقتي كلها اتكركبت على دماغهم بصراحه. يعني اذا كانت طايره ولا باسكت ولا هاندبول ولا قدم مش عارفين يحلوا هنا ولا هنا ولا يجروا هنا ولا يجروا هنا. انا شايف لان مصلحه البلد مصلحه منتخب مصر. هل من مصلحه منتخب مصر يبقى انا عندي لعيبه في منتخب مصر بتتمرن وما بتلعبش؟ اللعيب ده مش هتضر؟ لا كله هيضر. بس اقول لك حاجه بصراحه يا كابتن احمد عشان ابقى امين برضو وانا بتكلم معاك، هو طبعا يهمنا لعيبه نادي الزمالك والزمالك هيبقى واحد من اهم فرق كره اليد في تاريخ كره اليد المصريه وانجازات عظيمه وكبيره وبيطلع لمنتخب مصر لاعبين كبار وتاريخيين. بس في نفس الوقت ما هو اكيد احنا عايزين النظام يبقى نظام، يعني لو في مستحقات متاخره الدفع، لو في شروط معينه تتعمل، لو 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 الحاجات دي لو اتعملت. عشان انا دايما بس ايه، انا حتى وانا هنا في المكان ده انا ما ببقاش عايز اقول دايما انه مصلحه منتخب مصر، ما هو طبعا مصلحه منتخب مصر اولا واخيرا، بس في كل الاحوال احنا لازم كلنا نراعي النظام بشكل صحيح 100%. تتفق ام تختلف؟ طيب احنا دلوقتي نادي الزمالك ده مش نادي حكومي طبعا، والاتحاد ده مش تبع الحكومه. ومين اللي بيدير النظام ده كله؟ مش وزاره الشباب والرياضه؟ واحنا في يعني في ظرف استثنائي، يعني مش احنا نادي الزمالك مش هيطير. هو في ظرف استثنائي، مفيش مجلس وفي لجنه والدنيا مكركبه. طب نلعب اللعيبه او نجدول او يساعدونا بس شهرين عقبال ما يحصل انتخابات. طب هل اتحاد كره اليد رد عليكم في موضوع طلب الجدوله ده ولا ما ردش؟ انا والله انا الموضوع ده مع الكابتن حماده. كابتن حماده قاعد في ما جاش معايا اسكندريه. هيروح بكره للاتحاد. طب احنا بنعرض خطاب الرد بتاع اتحاد كره اليد ده، خطاب الزمالك عفوا، خطاب الزمالك لاتحاد كره اليد بطلب الجدوله يعني. فهو كابتن حماده هيروح بكره للاتحاد عشان يحاول يشوف هنتواصل ازاي ويجيب الكرنيهات اللعيبه. لو طلع الكرنيهات انا قلت اللعيبه ستاند باي ان شاء الله تيجوا تلعبوا المباراه، لان اسكندريه مش بعيده يعني ساعتين ونص بعربياتهم هيجوا بسرعه يعني. طيب الموقف بالنسبه لبطوله افريقيا الشهر القادم ان شاء الله يا كابتن احمد؟ انا لو فضلت كده يعني
بالمنظر اللي انا فيه ده انا مش هينفع اطلع بطوله افريقيه. ليه؟ لان الماتشات ديت اللي انا بلعبها في الدوري دي اعداد لبطوله افريقيه. هل معقول ان لعيب قاعد بيتمرن وقاعد في بيته وما بيلعبش هيبقى جاهز؟ لا مش منطقي، مش هبقى جاهز طبعا. ما اروحش انا بطوله افريقيا ادفع 3 مليون ولا 4 مليون جنيه ولا 5 مليون جنيه واتكلف وبعد كده اطلع اخسر البطوله. انا كده بطل بطوله افريقيا اللي بعتها في الاهلي، والاهلي لو خدها في الاخر هنقابل بعض في السوبر. صحيح. فربنا يكرم كده، ربنا يكرم ان شاء الله، وتواصل والفرقه عشان تتمرن مع بعض وتلعب مع بعض. لان انا دلوقتي بلعب بكره، العب بكره. الناس اللي اكتر من نص الفرقه مريحه، الفرقه اللي هتلعب هريحها الاربعه وهمرن الفرقه الثانيه ما لعبتش. انا مش عارف امشيها ازاي. الله الله يكون في العونك كابتن احمد، كابتن احمد رمضان المدير الفني لفريق كره اليد بنادي الزمالك. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، ومن القلب فعلا والله الله يكون في العون. يعني ظروف صعبه جدا جدا يعني.